قضيه الشائعات وايصال البلبله في المجتمعات قضيه من اخطر التحديات التي نواجهها. واذا كما بعز يقول يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا. يعني ده لو الخبر غامض عليك وملتبس عليك ان تتبين. فما بالك اذا كان الخبر يحمل كذبه الواضح فيه. يعني لما يقول لك حد يدعي كذبا وافتراء وزورا وبهتانا وتدليسا ان الاذان الشيعي يرفع في مسجد الحسين. لو واحد القى هذا القول هكذا عليك ان تتثبت وان تتحرك. لكن الفيديو اللي انت بتنشره بيقول لك الراجل قال الاذان الشيعي الاسبوع ده، والراجل اللي جاي بصوته متوفى من اظن من اكثر من عام. يعني الراجل اللي بيقول لك اذن اولا الراجل متوفى، اللي بيقول لك ده اذن الاذان الشيعي الرجل ليس على قيد الحياه اصلا، ورحمه الله بما كان وحساب الناس الى الله. يعني الراجل اللي بيقول لك اذن الحسين متوفى منذ فتره طويله رحمه الله. الامر الاخر ان الصوره لا صوره مسجد الحسين ولا مسجد الحسين ولا تم في مصر على الاطلاق ولن نسمح به وغير مسموح بذلك في مساجدنا على الاطلاق. وكل واحد من العاملين في هذه المساجد وبخاصه اهل البيت هم من المنتقين انتقاء خاصا على الكتاب والسنه والفهم الصحيح. فلما يجي واحد في هذه التوقيتات والبلد لا تحتمل هذا الانفلات اللا اخلاقي ويجي يقول لك الحق، ماذا يقصد هذا؟ ويعني ان كنت لا تدري فتلك مصيبه، او كنت تدري فالمصيبه اعظم. وده اللي برضه هنسيب تعقيب للدكتور استاذ الدكتور سامي عليه، لكن اللي بناكد عليه لا الصوره صوره مسجد الحسين، والراجل اللي بيقولوا اذن ده متوفى منذ يعني فتره طويله رحمه الله، ولم يكن الاذان في مصر على الاطلاق، وكل هذه افتراءات واكاذيب. فندعو الى التريث والتثبت. وكان على هذا الذي قبل ان يذكر اي شيء ان يجي على المسجد ويسال ويرجع للمسؤولين. النقطه الاخيره التي اختم بها الحديث بالنسبه لي، الحقيقه تحدثت مع